التحدي الأسلحة يا عزيز المتابع. اليوم بس هنلعب شدقة، ما هنلعب يا رب، هنلعب بس شدقة، ما هنلعب أي حاجة. ما ادري ايش يعني الحركه شفتوها قبل شويه. اليوم ايش بامي كده تضرب المايك انا. اليوم يا جماعه تخيل حنلعب تحدي الاسلحه، شفته من واحد يوتيوبر صغير كده، قلت اوف والله كيف هو يفوز، والله حتى انا افوز، ايش هو احسن مني في ايش؟ والله بالصراحه هو مره لعب، لكن عبد الرحمن هنا احسن منه. شوفوا اللعب بس، هيا نبدا، هيا نبدا. هيا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، هيا نبدا. قبل ما نبدا يا جماعه الخير خلونا نحتسب الاجر مع بعض. صلي الحبيب، لازم ما نلعب الا بالشدقة، لكن اذا كان مثلا معك اي سلاح مثلا في البدايه زي كذا ما في مشكله تلعب اي سلاح. ما في مشكله اذا بعدين لما تاخذ شدقة خلاص ترمي كل الاسلحه. اوكي طيب انتوا فاهمين لما تجي كذا اذا شدقة ياب خلاص ارمي لهذا ويلا. هذا ما يعتبر من الاسلحه الذي يعني وي 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 وي. لازم جمع تخيل، دائما اقول لكم النصيحه هذه، جمع موارد. في صوت هناك، المشكله مو معاي ولا سلاح من بعيد. ايش والله حتورط بس يلا انا حتورط. يا تخيل احس نفسك والله صرت فنان يا تخيل. شفت الادت، شفت بالله يا عيد اللقطه، عيد اللقطه. بالله كيف لك يا والله فنان، حسيت نفسي فنان. بلوزه يا جماعه الخير، بلوزه قايل لكم والله مره ما قلت لكم، قال لكم فين جبتها قلت لكم. لا تذكر ما والله صرت فنان وربي صرت احس. حاول الاقي شدقه من اول. شوف هناك، شفتوه متربص. هذا حتربص قاعد طالع فيه، ذا مو قاعد طالع فيه، ايوه قاعد طالع فيه. كسرني ها، ايش هو؟ اوه في اثنين، خليهم نتضارب. خليهم نتضارب. ايه خوي قاعد يعبي دمه ذا، اضرب هو لا تقولي انا. ايه ضارب انتوا اثنين، ايوه ضارب. بس الحين انا والله هذا وصف روحي والله. شوف السلاح، شوف السلاح كيف، شوفوا لونه كيف. والله جماعة احس انه هذا اول جيم كذا على طول حاخذ، على ما اعتقد اول جيم كذا على طول حاخذ. عشان ما حيكون عندك ولا رشاش ولا حاجه، لازم تجمع موارد عشان ما تموت. يلا حي هيب. المثل ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب، فسيب الباقي علي. الشدقه من البدايه هو ذا. افرك افرك، تعال 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 تعال. جيب سلاح، جيب سلاحك يا تعبان. جماعة الخير هنا سويت حركة أنا ما أدري كيف، حتى هذه اللحظة ما أعرف كيف سويت هذه الحركة، هذه الحركة كيف فكرت فيها؟ ما أعرف كيف، يعني إيش العقل اللي جاني، إيش التفكير جاني سو. شوف 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 السر بالله. لا رجعت ترى موت يا رجل. انا وراك، احترمني على الاقل، احترمني على الاقل. بدا التحدي يزعلني، والله بدا التحدي يزعلني. الحين انا متاكد يا جماعه الخير هذا الجيم حنفوز، تفائلوا بالخير تجدوه باذن الله. ما في سلاح يا اخي. يا في كل وقت واحد يا ام اللعب اللي كذا يا اخي. انا الرحمن راح اتحدى تحديات كذا والله يا اخي. والله انا ليش اتحدى زي كذا يا جماعه، انا ليش جبت الفكره دي اصلا؟ اخي جيب الشوتجن بس. ابو امك
امك يا الله يا عيال والله. قاعد انقهر انا ليه فيه احس كل شيء ضايق وربي يا جماعه. ما حنقهر خلاص ما حنقهر لازم تضحك اضحك اضحك للحياه حتى تضحك لك اضحك للحياه حتى تضحك لك. المشكله كل ما اروح بيت يجي ورايا هي اشوف ام اشوف احد يجي هنا حقفل ام اللعب حقفل ام صح نسيت اضحك لك اضحك للحياه حتى تضحك لك رهيب. يا اخي ما عندك شتقن اي شتقن يرحم لي اهلك اضحك للحياه حتى تضحك لك. شوفوا جابوا لعندي هذا والله فجاني وربي فجاني ايش هذا الغامر اضحك للحياة. الحول يا الله لازم يا جماعة الخير الحياة هكذا سوف تضربك ضربات لتحطمك لا تتحطم قم واستيقظ وسوف تفوز إن لم تفوز الآن سوف تفوز بكرة إن لم تفوز بكرة سوف تفوز بعد بكرة إن لم تفوز بعد بكرة سوف تفوز بعد أسبوع فقط استمر. يوه رحت مكان ما في أحد ايش بهمه الناس يجون في كل مكان ناس يا ناس ما عاد في إحساس كيف حق صبارح حق صبارح حق صبارح يا قدار مع بعض ما نصلح سيبوني الكاميرا طفت الكاميرا قفت قبل دقيقتين والحمد لله انا فزت يا جماعه الخير الحمد لله انا فزت يعني بس انا حظي تعبان لكن انا الحمد لله فزت اهم شيء يعني التحدي يعني فهم كيف قلنا حنفوز وفزنا فهم كيف يعني الحمد لله سلام. سلام عليكم. جماعة الخير اليوم جبت لكم اعدادات لم تكن في الحسبان. هذه الاعدادات يا جماعة الخير غيرت حياة ناس كثير. Risks. Nothing. Nelson Mandela said there is no passion to be found playing small and settling for a life that's less